ما تفتكرش انه سهل عليا ابدا اني ابقى قاعده قدامك كده عشان اعترف لك ان كل اللي انا فاهماه كان غلط. بعد اللي حصل بينك وبين مريم بسببي كان لازم اجي واقولك ان انا فعلا اتسرعت في الحكم. كل الكلام اللي انا قلته لك اول مره ده كان غلط، ما كانش حقيقي، كان في افتراء فظيع على مريم. انا بس كنت غيرانه جدا على طارق لان طارق كان فعلا بيحبها، بس والله العظيم هي بتكرهه كره العمى. صدقني يا حاتم. وايه اللي يضمنني انك المره دي كمان مش فاهمه الموضوع غلط وانك متسرعتيش في الحكم ان مريم بتكره طارق؟ لان دلوقتي الوضع مختلف، انا ومريم بقينا صحاب وبقيت قريبه منها وعارفه كل حاجه عن حياتها وعارفه انها بتكره طارق وما بتحبش حد غيرك، والانتكاسه بتاعتها دي كانت بسببنا. دي الحاجه اللي انت مش عاوز تشوفها. لو ما كنتش انا جيت وقلت لك الكلام اللي انا قلته وما كنتش انت سبت البيت، ما كانتش مريم انتكست، كان زمانكم دلوقتي بتربوا فريده سوا. انت جايه تصلحي بيني وبين مريم ولا ترفعي عن نفسك احساسك بالذنب بسبب الكلام اللي قلتيه المره اللي فاتت؟ متهيألي الاتنين. ابقى كذابه لو قلت لك اني ما نفسيش ان انت ومريم ترجعوا لبعض عشان اخفف من احساس الذنب تجاهها، بس ده ما يمنعش ان كل الكلام اللي انا قلته ده حقيقي. انا غلطان، مريم بتكره طارق، ولو ما كنتش انت سبت البيت كان زمانها هي محافظه على 11 سنه تبطيل من غير ولا مره انتكاسه بعد حادثه رامي. هي الحادثه دي حصلت ازاي؟ رامي غلبان، ما كانش ليه اصلا في موضوع السرنجات ده، بس حب يجرب فطلب من طارق يضرب له، فطارق ايده سرحت شويه وراح الولد اوفردوز. وايه علاقة مريم بالحادثة دي؟ مريم كانت معاهم في العربية. أرجوك يا حاتم راجع نفسك، صدقني مريم ما تستاهلش كل ده.